شفنا معاكم مشاهدينا بعض الاحتفالات من واجهة المجاز السياحية في إمارة الشارقة، وكانت احتفالات مميزة ورائعة، وكان في أيضا حضور كبير استمتع بهذه الأجواء. مستمرين معاكم مشاهدينا في فقرات صباح الشرقية، ورح نتكلم عن موضوع مهم وهو التخطيط للعام الجديد. طبعا مشاهدينا، التخطيط يعتبر من أهم المراحل التي تسعى إلى دائما الوصول إلى حاضر مزهر ومستقبل ناجح، وهو أول خطوات النجاح في الحياة، ويعتمد على الكثير من الأمور، منها الطموح والترتيب المسبق لكل خطوة نقوم بها. راح نتكلم مشاهدينا أكثر عن التخطيط للعام الجديد مع ضيفنا في الاستديو الأستاذ عزان عبد الله لوتا، مدرب تنمية واستشارات. صبحك الله بالخير، يا هلا فيك معنا أستاذ عزان، وإن شاء الله تكون أيضا هذه السنة الجديدة سنة خير عليك، وكل عام وأنت بخير. وأنت بخير، صبحكم الله بالخير، وبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دائما الابتداء بالبسملة وصلاة الرسول يشرح الصدر، وكون انه وجودي هنا وياكم في البرنامج هاي اعتبرها يعني بدايه سنه جدا جميله، فجزاكم الله خير على الدعوه هذه. ان شاء الله تكون سنه خير عليك وعلينا. ان شاء الله علينا وعليكم وعلى المشاهدين العربيه والاسلاميه. اللهم امين. نعم. اللهم امين. طبعا استاذ عزان، اليوم نتكلم عن موضوع جدا مهم وهو التخطيط للسنه الجديده، كيف ممكن ان اخطط للسنه الجديده؟ ممكن هي تكون تسبق بداية السنة، ولكن إما صارت فرصة هي قائمة حتى في بداية السنة، وأي وقت الواحد ممكن يجهز لهذه السنة ويبدأها بأهداف. دائما الشيء لما يكون مخطط له يكون بطريقة أنظم وبطريقة أوضح، فما أهمية التخطيط للسنة الجديدة؟ جزاك الله خير أختي. الحين الموضوع أن مثل ما تفضلتي ومثل ما تكلمنا تحت الهواء، أن الموضوع أخت مريم التخطيط، أفضل وقت يقولون التخطيط قبل 5 سنوات، ثاني أحسن وقت اليوم. فإذا أنا ما خطط قبل 5 سنوات أخطط اليوم، دائما أن أحط عندي في بالي أن فرصة، أن اليوم يوم جديد، هذا عام جديد، وهو في الواقع ما يفرق يوم اليوم عن البارحة، لكن معنويا الناس متأثرة باليوم الجديد، متأثرة بالطموح مال الدولة كاملة. إحنا عام 50، هالاستعداد ل50، فليش ما نحط لأنفسنا أن إحنا خطة اليوم للسنوات القادمة، شو طموحات الشخصية اللي نحن نبغيها؟ نعم. إن شاء الله. يعني في كل سنة جديدة الواحد لازم يكون حريص أن تكون عنده بعض الأهداف وبعض الخطط اللي راح تكون إن شاء الله للسنة الجديدة. لكن السنة الماضية أكيد كان عنده الكثير أيضا من الأهداف، ما قدر أنه يحقق كل هذه الأهداف، يقدر أنه ينقل هذه الأهداف السابقة إلى السنة الجديدة. فالواحد أستاذ عزان كيف يعني ينشأ له خطة أو يضع له أهداف تكون أهداف واقعية ويقدر أنه يحققها في الوقت المناسب؟ إن شاء الله. أختي عائشة، اللي تكلمت فيه موضوع جدا مهم، الموضوع أن ننظر للعام 2019، وأنا إنسان أحب التعلم المستمر، وإن شاء الله مع وزارة التربية عندنا جلسة ملهمين إن شاء الله الأسبوع القادم، موضوع عن حب التعلم. فأفضل علم إنسان يتعلم فيه علم نفسه، أفهم نفسي فعلا. فأنا عندي عام 2019 أبغى أشوف شو الأشياء اللي الله سبحانه وتعالى مكنني أن أنجزها، وأبغى أخذ من عندكم أنتم شيء من الأمثلة اللي أنجزتوها. تعطوني شيء من اللي أنجزوها مثلا؟ والله أشياء كثيرة بس ما يحضرنا شيء حاليا. أي شيء يخطر في بالكم يعني من الإنجازات؟ من الإنجازات أدري أن حطيتكم أنتم على المحك هنا، بدلكم أي شيء مثلا مقابلة سويتوها، شخص كنتم حابين تستضيفونه، ولا شيء وصولكم؟ يمكن كان بالنسبة لي افتتاح طريق خرفكان، يعني هذا جميل. من المشاريع المهمة كانت في إمارة الشارقة وقدمت في هذا، كان بالنسبة لي إنجاز الحمد لله رب العالمين. فنحن ننظر لأن هذا إنجاز، فهذا الإنجاز شو كان سبب تحقيقه؟ يومني نحلل أن أنا قدرت أنجز شيء في حياتي، أنا مثلا الحمد لله قدرت أوصل مراحل متقدمة في موضوع فضل رب العالمين في موضوع التدريب والاستشارة والدورات المقدمة. فيوم أي أحلل شو سبب إنجازي، والله مثلا العلاقات الشخصية اللي بنيت على سنواتها الماضية، فأفهم أن هاي كانت من عوامل نجاحي أسجلها. أي أشوف والله مثلا حسن التعامل مع الناس، يعني منو مكان هذا الشخص في أي جهة معينة، هذه بذرة بالنسبة لي أنا في حياتي، أنا لقيت أنها من العوامل اللي نجحتني. التخصص في مواضيع معينة وحب شغف التعلم الشخصي من عوامل نجاحي. فأي أشوف حين في العام القادم هاي بحط الخطط مالي، أي أقدر أشوف العوامل هذه اللي نجحتني من قبل راح تساعدك أكثر. هي كيف تساعدني؟ ومثل ما تفضلت أختي عائشة، الأشياء اللي ما قدرت أنجزها كيف أقدر أشوف أنا شو اللي كان ناقص فيها من هالعوامل، عشان يوم أنقلها للسنة الجديدة أقدر أدخل هالعوامل فيها. حسن أستاذ عزان، يعني ليش الواحد يحط له أهداف من البداية وهو مو بقادر على إنجازها؟ هل إن هي تكون يعني أهداف مبالغ فيها، أو أهداف شوي ما تتطابق مع الشخص نفسه، مع ميوله، مع شخصيته؟ 100%. الحين أقول في الاستوديو عموما، إحنا منو يبغي مليون؟ منو يبغي مليون درهم؟ يرفع ايده. ما في النص بالنص انا وياك؟ مصور ولا النص ولا النص. الموضوع ان احنا نبغي المليون، لكن ننسى ان ليش نبغي هالمليون.
يعني شخص مثلا يقول والله أنا الحين أبغى أسوي مليون عشان أسعد عائلتي، فيتم يكرف في الشغل ويضغط في الشغل ويمكن يوصل المليون لكن خلال الفترة هاي خسر عائلته. فنسى يركز على نقطة معينة فقط، نسى السبب الرئيسي. فإذا نحن ما دخلنا للجوهر، والله أبغى أنزل وزني، وهم تحديات أنا اللي أخفقت فيها في عام 2019 وأحتاج أراجعها. تعال يعني أن أنا عامل تخفيض الوزن ليش يهمني؟ شو جوهر الموضوع؟ والله أن أحضر قدام الناس ويشوفون أن بإذن الله سبحانه وتعالى أن حياتي متكاملة. نعم. من ناحية شغل، من ناحية صحة، من ناحية صحة بدنية. فهذا حتى كحضوري كمدرب يوم أتذكر هالموضوع أتحمس أن أكون مركز على الأكل أكثر، مركز على الرياضة بطريقة أفضل. يعني يوم أرجع لجوهر الموضوع أختي عشاء أن شو السبب، تستمد منه شوية طاقة إيجابية بأنك تستمر. 100%. لكن كثير من الناس ينسون الجوهر ويركزون على الهدف على المليون، عقب حيث المليون ما يعني لهم شيء ويتركونه، لأن خسروا ممكن أشياء في طريقهم للوصول لهذا الهدف. تخيل. طيب في البعض لما يعني يقول مثل ما قالت يعني عايشة أنه ممكن يخسر، ممكن ما يحقق هذه الأهداف، لكن يعني ممكن حقق أهداف قريبة من هذه الأهداف، مش بالشرط هو الهدف نفسه. فكيف ممكن أيضا يستوعب هذا الأمر؟ يعني ممكن هو يعني جذب له أشياء قريبة من هذا الهدف لكن ما حقق هذا الهدف. هل أعطت الجوهر؟ هني الموضوع. إذا أعطتني الجوهر، إذا مثلا أنا بغيت المليون عشان أسعد عائلتي وقررت أسعد عائلتي بطريقة مختلفة، ليش لا؟ أول شيء أقول الحمد لله. رجعنا على الموضوع أختي عاش الإيجابية. نعم. فيوم أقول الحمد لله هاي إيجابية، روح نظرة إيجابية. ثاني شيء رب العالمين وعدنا ولين شكرتم لازيدنكم. لازيدنكم نعم. فهاي روح عقلية تطرح الإنسان فرصة إنه يستمر. نعم. وعكس ذلك الإنسان اللي مش إيجابي. أكيد. يوم يركز على الأشياء اللي ما أنجزها والله أنجز أشياء قريبة لكن يشوف الثغرات، يشوف الكوب يقول لا نص ممتاز اشرب الماء ومشي، لا تركز شو كمية الماء، إذا أنت عطشان شرب الماء. النظرة الإيجابية دائما. الحين نحن دائما نتكلم أن الواحد لازم تكون عنده أهداف معينة، لازم تكون شوية في نوع من الإيجابية حتى أنه يستمر، حتى أنه يحقق كل الأهداف اللي وضعها في خططه المستقبلية. لكن الواحد يوم بيكتب هذه الأهداف كيف يرتب أولوياته بحيث أنه يعطي كل هدف حقه وأنه يحققه في الوقت المناسب؟ أن يحدد أهدافه، أنا اللي اقترحها أن بس خذوا صفحة بيضاء عادية وتم حطوا عليها أهداف وأحلام وطموحات وترسوها، عقب من هالأشياء اختاروا شو الأشياء. نعم. أتصفي هي الصفية، لكن شو معيار التصفية اللي شو يحركني في هالأشياء؟ والله أوكي أنا حطيت أبغي بيت على البحر، بس هل اللي حركني في الوقت الحالي؟ لا يعني لا، لكن مستقبلا ممكن لك. في الوقت الحالي اقول والله مثلا اسافر عائلتي بلدان معينه والعيال شو يعيشون تجارب جديده، يشوف الاشياء اللي هو قادر انه يحققها، العوامل الموجوده، المقومات الموجوده. قبل اني اقدر ولا لا اختي عائشة، اشوف ان هل هي تحركني ولا تجذبني ولا لا، مدى تاثيرها علي واهميتها، عشان ممكن اقدر احققها، لكن اذا ما جذبتني ما بشتغل عليها. صحيح. فاي احدد شو اللي اقدر اجذبها، وعقب ننتقل بالضبط للنقطه اللي انت قلتيها، ان هل هي قابله للتحقيق، هل اقدر اسويها، شو ومن عقب ارسم الخطوات. جميل. هاي عشان اقدر احققها، وفي الناس اللي يسوون الخرائط الذهنيه هاي شو تحتاج، هاي عشان احققها والله تحتاج العمل الفلاني، تحتاج علاقات، تحتاج مقابلات مثل هاي. تحتاج فيوم اشوف عناصرها اقدر انزلها لخطوات عمليه، ما يظل حلم معلق فوق يعني شيء يسعى انه يحققها دائما. نعم. يوضح الدرب. طيب بالنسبه ايضا يعني استاذ عزان اللي هي المعنويه في النيه والمعنويه ايضا في تحقيق هذا الهدف واداره الوقت، يعني اكيد انا عندي وقت اني اصل لهذا الهدف، ما اني اخليه عشوائيا مثلا، فايضا اهميه هذه العناصر في وضع الخطط للسنه الجديده. انا حين اخطط مثل ما شرحنا تو، حطيت الاهداف، اخترت شو الاشياء اللي تحفزني، فصلتها خطوات. الإنسان اللي معنوياته منخفضة ما بيشتغل، وإذا تعب ما بيستمر، وإذا مش مقتنع أساساً، وإذا مش مقتنع أي شيء ممكن يبعد عن موضوعه. فأساسية ذكر يوم صغاري دائما نسمع في العسكرية يقولون معنويات عالية، جواب يعني ضابط ينادي معنويات عالية. ليش؟ إن الإنسان اللي معنوياته مرتفعة بيشتغل، يتحرك بالشكل الصحيح. نعم. يتحرك بالشكل الصحيح إذا كانت معنوياته عالية، وشو ما صار له في الدرب بيستمر. السؤال إنه كيف نقدر نحصل هالمعنويات؟ وفي أقولهم حرف التاء نأخذه ثلاث مرات. جميل. أول شيء تركيز، أنا أركز على شو في الأشياء مثل ما قلت الأشياء الإيجابية، شو أنجز في 2019 أركز عليها بتحمس التركيز. ثاني شيء التجسيد، فيزيولوجيا جسمنا يوم مرتاح، يوم مخفضين ضغط علينا نحن، أكلنا صحي، نتحرك، حتى الحركة هرمونات الاندورفين هاي تعطينا طاقة، تعطينا صفاء للمخ. جيد. فالتركيز، التجسيد والترشيح،
ترشيح انه كيف ارشح الاشياء اللي تسوي لي في حياتي. واعطيكم مثال شوي يمكن مضحك اذا سمح لنا الوقت. بالعكس حابين نضحك. سنه جديده اليوم. سنه جديده ان شاء الله. كنت ماشي في الشارع وميني باص طلع قدامي ولف علي. تحصل. وجدمت شويه ولف علي مره ثانيه. طالعت شي ورديت مشيت شويه ولف علي مره ثالثه. الحين طلعت الحليمه اذا غضب. لا ويا طالع الحين شي هذيك اللحظه رب العالمين الهمني سبحانه قال لو انت كنت مقرر في حياتك انك تبغي تدرب نفسك على الصبر كيف اشوف الموقف هو احلى شيء. انا عندي هدف ان اطور نفسي معناته ان هذا مطرش لي انا عشان اتطور. فاللحظه سبحان الله اللي ارشح فيها ان احنا شو قلنا تركيز في الاشياء اللي اركز عليها التجسيد ان كيف اهتم بنفسي والترشيح كيف انظر للاشياء مثل الفلتر اقول. فاذا نظرت لهذا الانسان اللي يعني في دربي هذا انه هو جاي يطورني في عامل الصبر والله يا جماعه في ثواني بسيطه معنوياتي اختلفت. هذا اللي يسمونه اداره الغضب. جزء من إدارة الغضب إن كيف أنظر للموضوع غير عن الإنسان يقول والله هذا ليش يلف عليه؟ مو يتحسب عمره طبعا الحين مو يتحسب عمره لا ينسى حرج بعمره. دائما الإنسان يعني يحط الأشياء اللي ممكن تستوي له في حياته لو كانت أشياء سيئة أو أشياء سلبية ممكن إن هي تكون خيرة له يعني وتكسر عنه. تكلمنا عن هالموضوع قبل تحت الهواء نعم. أحيانا تحصل أشياء تكون خيرة لنا. فالواحد دائما يحمد الله ويكون إن شاء الله راضي في حياته. فبنتكلم أيضا عن الأشخاص اللي دائما ما تكون عندهم العزيمة والإرادة إنهم يبتدون سنة جديدة بأهداف جديدة وبخطط جديدة فيقولون خلاص دخلنا في السنة الجديدة وضاعت علينا هالسنة ودام ما كتبنا الأهداف من بدايتها فنحن ما راح نقدر نكتب الأهداف في وسط هذه السنة. فكيف نوعي هذه الفئة أن كل يوم ممكن تكون عندك أهداف كل يوم ممكن تكون عندك أشياء جديدة. أختي عاشة هذا التل الأولى تركيز هو ركز على شو ركز على شو ضاع عني ضاع عني والكوب نص مليان وما ينسى أنه عطشان وينسى أن عقب الكوب في 20 كوب ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. فالانسان على ما يركز ركز على الاشياء السلبيه الاشياء اللي تسحب من طاقته نزلت معنوياته. صحيح. اذا هي تحمسه اذا يقول لا والله انا ما انجزت في 2019 ويتحمس لا بس. لكن اذا هو لاحظ ان هالاشياء تستنزف معنوياته ويذكر التجارب السيئه وتستنزف معنوياته ما بيقدر ينجز شيء. صحيح. طيب التخطيط للعام الجديد يعني استاذ عزان ووضع الاهداف وغيرها اكيد يعني فيها يعني اشياء كثيره لازم الواحد يخطط لها قبل ما يضع الاهداف بهذه الصوره. يمكن يضع قيمه مثلا مصفوفه القيم ممكن مثلا يضع كل ما هو يهمه بعين الاعتبار ثم مثل ما ذكرت استاذ عزان ثم يرشح هذه الاشياء. ففي خطوات قبل ما اني اضع الاهداف اللي ممكن انا اعتبرها هي الاهداف الجوهريه بالنسبه لي لهذا العام. عندك خلفيه في التخطيط شكلك انت ما شاء الله. فعلا قيم الانسان هي الاشياء اللي تحركه. قيم الانسان يعني هي اللي بتحفز تجاه اشياء معينه، اذا قدرنا نجمع القيم. واليوم ويا صديقي الله يذكره بالخير طارق الغيث في الدربه هنا، ياسين نتناقش في مواضيع هذه وطموحاتنا نحن الشخصيه. فقلت له اذا قدرت اعيش ما بين اللي احبه واللي اجيده واللي له مدخول. وما تتقاطع هالثلاث دوار اللي احبه واللي اجيده واللي له مدخول، اذا قدرت اعيش في نقطه النص هذه هاي نقطه تحقيق الذات. عشت حياة بإذن الله سبحانه وتعالى جدا سعيدة. صحيح. ونحمد الله سبحانه وتعالى على الحياة اللي عايشينها. الحمد لله يا رب. طبعا أكيد في كثير من الأشخاص يدخلون لبعض الدورات منها يطورون ذاتهم يطورون شخصيتهم وبالتالي لا إرادي بيعرفون يحطون لهم الأهداف الأساسية والأهداف اللي هم راح يحققونها. فحابين نأخذ منك نصيحة أستاذ عزان توجهها للمشاهدين بالسنة الجديدة وكيف تكون لهم أهداف منطقية وأهداف واقعية يقدرون أنهم يحققونها. نصيحة أخيرة أبغى أترككم فيها جميعا ولي نفسي أذكرها نفسي أن الموضوع أكبر عنا. السنة هذه عام 50 نحن جزء من طموح كبير وحلو الإنسان يشوف تحقيق ذاته في تحقيق هذه الدولة هذه. الإمارات تحتفل ب50 عام إن شاء الله العام المقبل لكن نحن حين خططنا على المستوى الشخصي حين نتكلم تخطيط على مستوى الدولة. نعم. كيف أن أنا أقدر يكون لي وجود في هذه الدولة ومنو مكان الإنسان شو مكان دوره في هذا المجتمع إلا أنه جزء يترك رئيسي إلا أنه جزء من تحقيق هذا النجاح. ما في أي إنسان ينظر لنفسه ويقول أنا ما لي دور في تحقيق رؤية الدولة. كل إنسان
شو ما كان شو ما كان منصبه، واسال الله سبحانه وتعالى ان يمكننا لتحقيق طموحاتنا ان شاء الله. ان شاء الله يوفق الجميع لخدمه هذه الارض المعطاءه باذن الله، وتكون سنه خير على الجميع باذن الله، واللي ما وضع اهدافه يضع اهدافه. ما في وقت معين للهمه وللانطلاق، فاكيد يعني اليوم اللي ما وضع اهدافه يضع اهدافه وينطلق نحو المستقبل. نعم. إن شاء الله يا رب. شكرا أستاذ عزان، طبعا كنت معنا في صباح الشرقي الأستاذ عزان عبد الله لوتا مدرب تنمية واستشارات، شكرا على هذه البداية والانطلاقة الجديدة من صباح الشرقية في أول يوم من أيام السنة، أيام سنة 2020. شكرا لك والله يوفقك إن شاء الله، وإن شاء الله تكون هذه السنة سنة خير عليك وتتحقق فيها كل أهدافك، وإن شاء الله تكون عندك إنجازات أيضا جديدة. شكرا لك على هذا الحضور. شكرا لك.